علي، وش اخبار ابو علي؟ الحمد لله زين ان شاء الله، صحته زينه ان شاء الله. متباركين يا شباب بشهر الخير، متباركين. عبد الله رحم الله والديك، اطلع بالمبخر لا يفطرنا. دير يفطر لا ما يفطر؟ لا 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 تدير بال سيء، المبخر هناك اللي يوصلنا ريحه البخور. هذا المخدار ما يضر، ايلو تقرب البخور كل صوبه بحيث انك تدخل الدخان الغليظ للحائط، نسي الثاني يستشكل. لكن اذا كان المبخر هناك وبس الريحه اللي توصل، هالمخدار متعب. الحمد لله.